والبرح حبه دائما أن يبدأ بالضحك والتمايل أيضا لأنه مضحك يتمايل هنا يضحكنا تعرفون أنا وقت حالي قراءة كتاب لأن الكتب مسلية قراءة كتاب فيها المغامرات رائعة قراءة كتاب هيا جميعا فلنتسلى مع ويلبر داشة بطة سعيدة تضحك وتطير صياح الديك إنه راي يعرف الكثير يتمايل ويلبر لبي تضحك فيروق لكل الأصدقاء قراءة كتاب لأن الكتب مودشة قراءة كتاب فيها المغامرات رائعة قراءة كتاب هيا جميعا فلنتسلى مع ويلبر العبارة السحرية مرحبا أتريدون رؤيتي وأنا أختفي؟ نعم كاوابونغا ووهو كان هذا مودهشا هذه المرة سأتزحلق على بطني ويلبر تعال واسمع صياحي الجديد ماذا؟ أريدك أن تأتي وتشاهد صياحي الجديد الآن أنا لا أظن ذلك حسنا سأجلب داشا ولبي أرى بعيني الصغيرة شيئا يصيح داشا رأت ري حسنا لبي دورك الآن داشا لبي تعاليا واسمع صياحي آسف ري ولكننا نلعب لكن ويلبر لا أحد يريد سماع صياحي الجديد وأنا لا أعرف لماذا حسنا ويلبر هذا ليس الوقت المناسب لتتمايل لا يمكنني أن أتوقف أبدا حسناً هاي إذن سوف أحصل على المساعدة ربما مو 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 ماذا سنفعل الآن؟ مو 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 نقرأ كتاباً معك هيا لنبدأ هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ هيا نجد الكتاب هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ فلنجد الكتاب صيحوا كالديك هيا انهضوا سنقرأ الكتب معكم تمايلوا اضحكوا امرحوا كتب ويلبر مسلية لكم هيا بنا لننهض هيا بنا لنقرأ لننهض لنقرأ هيا نجد الكتاب هيا نقرأ مع ويلبر هيا نقرأ مع ويلبر ويلبر إذن ما هو عنوان هذا الكتاب؟ العنوان هو الكلمة السحرية هل سيجعل الآخرين يفعلون ما أريده؟ لنرى كتب في الخلف علم ساحر أحد الفرسان كيف يستخدم كلمة سحرية أنا لا أحتاج إلى كلمة سحرية كل ما أحتاجه هو أن تفعل ما أريده حسناً تمايلي لم يخطئ من قبل إذن لنبدأ القراءة والبر نحن مستعدون وماذا عنكم؟ مستعدون في قديم الزمان طلب السيد جالاري من السيدة داش أن تلعب معه العبي معي الآن يا ليدي داش ولكنها هزت رأسها وقالت مستحيل ماذا قلتي؟ ليس إذا لم تطلب مني ذلك بلطف علم الساحر الحكيم مورلين مع طائره السحري السيد جالاري كيف يستخدم العبارة السحرية الآن انتبه جيدا قال مورلين لطائره غني بوم سلابيس ولكن الطائر لم يبدأ بالغناء إلا بعد أن أضاف الساحر بلطف عبارة من فضلك هذا مدهش فعلاً إذن هذه هي الكلمة السحرية لذا قال السيد جالاري للسيدة داش العبي معي بوم سلابيز ولكن السيدة داش لم توافق إلا بعد أن أضاف بلطف عبارة
من فضلك؟ لنذهب لأنك طلبت مني ذلك بلطف. هيا بنا. بفضل الساحر الحكيم أصبح السيد جاليري الآن. أطلب بلطف شديد واستخدم العبارة السحرية من فضلك. النهاية. شكراً ويلبر، أصبحت أعرف ما هي الكلمة السحرية، سأستخدمها وسيفعل الجميع ما أطلبه منهم. بوم سلابيز، عليكم المجيء معي. أنا أرى بعين الصغيرة ديكاً سخيفاً، لن نذهب معه أبداً. ماذا؟ ويلبر، ما زلت غير قادر على دفعهم للقيام بما أريد، رغم أنني فعلت تماماً ما قام به الساحر في الكتاب، أليس كذلك؟ هل أنت متأكد؟ لا. مو مو مو، هل الإجابة في الكتاب؟ سنجدها ويلبر لنلقي نظرة أخرى. طلب السيد جاليري من السيدة داش أن تلعب معه، ولكنه لم يطلب ذلك بلطف. العبي معي الآن يا سيدة داش. لذا رفضت طلبه. مستحيل. فذهب السيد جاليري إلى ساحر اسمه مورلين. طلب منه مورلين أن يستخدم العبارة السحرية. غني بوم سلبي. ولكن الطائر لم يبدأ بالغناء، ثم قال له بلطف عبارة من فضلك، فغنى الطائر. ظن السيد جاليري أنه فهم الأمر، لذا عندما عاد إلى سيدة داش قال العبارة السحرية بوم سلابيز، ولكنها لم تنفع لأنها كانت العبارة السحرية الخاطئة. ثم قال السيد جاليري العبارة السحرية الصحيحة، وهي عبارة من فضلك. من فضلك؟ ونجح في ذلك. لنذهب لأنك طلبت مني ذلك بلطف. هيا بنا. وجدتها، العبارة السحرية هي من فضلك، وهي أفضل طريقة لطلب أي شيء من أحد. النهاية. ظننت أن العبارة السحرية هي بوم سلابيز، ولكن العبارة السحرية كانت من فضلك. نسيت أن أقول من فضلك. هل سمحتني من فضلك لأنني لم أطلب منك بلطف ما أريده؟ من فضلك؟ طبعاً يا ري. أتظن أن داشا وليبي ستأتيان معي إذا استخدمت تلك العبارة السحرية؟ حسناً، الأمر يستحق المحاولة. متى تستخدمون العبارة السحرية من فضلك؟ أتعرف العبارة السحرية؟ إنها عبارة سمعها الجميع، إنها سهلة ولطيفة. العبارة السحرية هي من فضلك. أيمكنني اللعب الآن من فضلك؟ أيمكنني اللعب بألعابك من فضلك؟ عندما أريد سماع قصة أقول من فضلك. إن كنت عالقاً وأنت تحتاج المساعدة من صديق في التنظيف أو أي شيء، العبارة السحرية هي من فضلك. أقول من فضلك عندما أريد المزيد. أقول أيمكنك مساعدتي في عملي من فضلك. أقول من فضلك عندما أريد بعض الحلوى. إذا أردت تنظيف غرفتك أو ارتداء زيك المضحك أو ربط شريط مزلاجك، العبارة السحرية هي من فضلك. هل تعرف العبارة السحرية؟ إنها عبارة سمعها الجميع، إنها سهلة ولطيفة. العبارة السحرية هي من فضلك. من فضلك. داشا، ليبي، هل أتيتما معي؟ من فضلكما؟ طبعاً، لأنك طلبت ذلك بلطف. نعم. رائع، لقد نجحت. تعاليا من هنا. من فضلكما؟ هل أنتم مستعدون لسماع صياحي الجديد؟ أسمعنا صياحك. مستعدون. أسمعنا صياحك. لا. لا. فأنا لم أسمع العبارة السحرية. أسمعنا صياحك. من فضلك. من فضلك. من فضلك. حسناً. كيكاكاكي.
هذا رائع. أيمكنني تكرار ذلك من فضلكم؟ كرر ذلك. أتعرف يا ويلبر، العبارة السحرية مفيدة حقا، تماما كما في القصة. لذا أقول دائما إن الكتب مدهشة. كي 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 ك